السلام عليكم، كيفكم يا جماعة؟ اليوم رح نبلش في الموضوع اللي قبل الأخير اللي بدنا ناخده في مساق الهيستولوجي خلال هذا الفصل، اللي هو إن شاء الله رح يكون عن النيرفوس سيستم. النيرفوس سيستم رح يأخذ معنا محاضرتين إن شاء الله أو أسبوعين، هذا الأسبوع الأسبوع القادم، وبعدها بيكون ضللنا الماسكولار سيستم. بالنسبة لمحاضراتنا هذا الأسبوع، زي ما أنتم شايفين المحاضرات هي فعلياً أو المحاضرة هي إلكترونية، ولكن في احتمال كبير إنه الأسبوع القادم تكون محاضرتنا محاضرة وجهية. راح أأكد لكم هذا الإشي على المودل بوقته. المهم، بدنا نبلش اليوم في موضوع محاضرتنا اللي هي عن النيرفوس سيستم. النيرفوس سيستم أو الجهاز العصبي، أعتقد إنه جميعنا درسنا أشياء أساسية في المرحلة الثانوية عن الجهاز العصبي، ما هو الجهاز العصبي، شو أجزاء الرئيسية، شو الفائدة منه، شو بيعمل. تخيل إنه هاي الأشياء كلياتها بنعرفها بشكل رئيسي. اليوم بدنا ندرس، بتخيل إنه في أشياء كثيرة حتكون مكررة بالنسبة لكم، بس بدنا ندرس ونعرف النيرفوس سيستم من على مستوى الهيستولوجي. وفي نقطة مهم تعرفوها، إنه فعلياً النيرفوس سيستم جهاز كتير معقد وإشي كتير كبير، فالأشياء اللي بناخدها في الهيستولوجي هي بالضبط أشياء كتير أساسية. بتخيل أنتوا كطب أو كطلاب طب في عندكم مساق اسمه نيورو أناتومي، بتخيل بيفوت بكل تفصيلات النيرفوس سيستم بالتفصيل الممل. احنا ما بيهمنا نعرف النيرفوس سيستم، الاشياء الرئيسيه له، كيف بيساهم في وظائف الجسم وما الى ذلك. فمنبلش، شو بيحكي لي؟ The human nervous system by far the most complex system in the body. بيحكي لي فعليا الجهاز العصبي لحد الان هو يعتبر اكثر جهاز تعقيدا في الجسم، فهو بيتشكل من شبكه من بلايين عصبونات أو اللي هم النيورونز، all assisted by many more supporting cells called glial cells. فكمان مرة، الجهاز العصبي هو فعليا يعتبر أعقد جهاز بالجسم الإنسان لتفرعاته وطريقة عمله وآلية شغله وما إلى ذلك. النيرفوس سيستم فعليا بيتشكل من بلايين الخلايا، ولكن في عندي نوعين رئيسيين من الخلايا اللي النيرفوس سيستم بيتشكل منها. في عندي النوع الرئيسي واللي جميعنا بنعرفه، اللي هو العصبونات أو اللي هم الأعصاب، الخلايا العصبية اللي اسمهم النيرف سيلز أو النيورونز. هاي الخلايا الرئيسية التي تقوم بوظيفة الجهاز العصبي، واللي بمسمى آخر نقدر نسميها البارينخايما. في عندي نوع آخر من أنواع السيلز، هذا النوع فعلياً هو النوع المسؤول عن توفير الدعم للخلايا الرئيسية، مساعدتها عمل ما يلين شيتس وما إلى ذلك. هذا النوع الآخر اللي بيشكل الدعم ل النيرفوس سيستم بطلق عليه او يسمى الجليال سيلز. الجليال سيلز هم الخلايا الداعمه، فبالتالي بقدر اطلق عليهم اسم الستروما، ولكن خلينا نيجي لموضوع الستروما كمان شوي. فبيحكي لي cells in central and peripheral nerve tissue are of two kinds. الخلايا في داخل الجهاز العصبي سواء الطرفي أو المركزي هم نوعين. النوع الأول النيورونز أو اللي هم الأعصاب، which typically have numerous long processes. فالأعصاب بقدر أميزهم عن الجليال سيلز بأن الأعصاب هي خلايا تمتاز بأنه فعلياً في إلها long processes، التشعبات اللي طالعة من الأعصاب هي فعلياً تشعبات طويلة. بالمقابل في الجليال سيلز أو اللي اتفقنا إنها الخلايا الداعمة،
هاي الخلايا التشعبات اللي طالعة منها هي تشعبات بصيرة، فهذا الإشي اللي بيساعدني على إني أميز الخلايا الرئيسية اللي هي النيورونز عن الخلايا الداعمة اللي هي الجليل سيلز. فكمان مرة، أنا في عندي نوعين رئيسيين اللي هم النيورونز أو الأعصاب والجليل سيلز، والفرق ما بينهم إنه النيورونز هي تمتاز، أو خلينا أحكي الفرق ما بينهم تشريحيا، إنه النيورونز في إلها تفرعات طويلة اللي هي الأكسونز، بينما الجليال سيلز هاي التفرعات اللي طالعة من عندها هي تفرعات قصيرة. فالجليال سيلز شو بيحكي عنها؟ which have short processes support and protect neurons and participate in many neural activities, neural nutrition and defense of cells in the CNS أو اللي هو central nervous system. ففعلياً الجليال سيلز اتفقنا انها هي الخلايا الداعمه، تمتاز بانه البروسيس اللي طالعه منها هي شورت بروسيسز، تمتاز هاي الخلايا بانها بتوفر دعم، بتوفر حمايه للاعصاب، بتساهم بجميع الانشطه العصبيه اللي بتصير في داخل الجهاز العصبي، بتساهم في النيورال نيوتريشن، وبتساهم في الدفاع والحمايه للسنترال نيرفس سيستم. فهي فعليا تعتبر إشي كتير رئيسي وإشي كتير مهم، الجهاز العصبي ما بيقدر يكمل بدونه. فبهاي الصورة فعلياً بفرجيني نوعين الخلايا والفرق بينهم ما بينهم. فإذا شايفين هاد النيورونز اللي هي لونها أصفر، هاي الخلية العصبية طالع منها بعض الدنتريكس أو الدنترايتس، وهاد الأكزون اللي طالع منها الطويل هات هو اللي بيخليني أندل إنها فعليا هاي خلية عصبية. لأنه مثلا عندي هاي الخلية الخضر اللي هون وهاي الخلية الزرقاء، هم خلايا جليال سيلز. شو اللي خلاني أميز إنهم هدول جليال سيلز وهاي أكزون؟ اللي خلاني أميز هو الفرق بطول البروسيسز اللي طالع منهم. ففي عندي في النيورونز إحدى البروسيسز اللي طالعة كانت بروسيس جدا طويلة، وهذا اللي دلني إنه هاي فعلياً النيورون. بينما الجليال سيلز أو الخلايا المساعدة هي فعلياً تمتاز بإنه البروسيسز تبعتها هي بروسيسز قصيرة مقارنة في البروسيسز اللي طالعة من النيورونز. هلأ بدنا نحكي عن النيرفس سيستم بشكل عام من الخارج. Anatomically, the general organization of nervous system has two major divisions. الجهاز العصبي بشكل عام، أو خلينا نحكي على المستوى التشريحي، يتشكل من قسمين رئيسيين، واللي I think جميعنا بنعرفهم. القسم الأول اللي هو نطلق عليه اسم الجهاز العصبي المركزي، أو اللي بسميه central nervous system. والقسم الثاني اللي هو بسميه الجهاز العصبي الطرفي، أو اللي بسميه البريفيرال نيرفس سيستم. الجهاز العصبي المركزي أو اللي هو CNS، هذا الجهاز من اسمه هو مركزي، فهو تنشأ منه جميع العمليات المركزية، واللي يتمثل بالدماغ والسباينال كورد، اللي هو عفوا البرين والسباينال كورد، أو اللي هو الدماغ والحبل الشوكي. بينما النوع الآخر اللي هو الـ Peripheral Nervous System أو الجهاز العصبي المركزي أو الـ PNS، هذا الجهاز يتشكل من الـ Cranial, Spinal and Peripheral Nerves conducting impulses to and from the CNS. فهذا الجهاز يتشكل بالأعصاب الممتدة على طول الجسم، والتي تربط الجهاز العصبي المركزي مع الأطراف الخارجية. فهو بيتشكل فعلياً من الأعصاب الطرفية التي تمتد من السنترال نيرفس سيستم، سواء كان السباينال كورد أو البرين، تمتد على طول الجسم بحيث إنها بتنقل للأعصاب، سواء تنقل إشارات سواء الحسية أو الحركية على طول هاي الأعصاب. فهو بالإضافة لهاي الأعصاب الممتدة على طول الجسم، هو بيتشكل من جزء آخر اسمه أو من أجزاء أخرى اسمها الجانجليا.
الجانجليا هي جمع مفردها جانجليون. هذول الجانجليا هم عبارة عن تجمعات لخلايا عصبية، ولكن هاي التجمعات للخلايا العصبية موجودة بعيدة عن السنترال نيرفس سيستم، يعني هي خلايا عصبية متجمعة مع بعض البعض ولكنها منتشرة في أنحاء الجسم وبعيدة عن السباينال كورد والبرين. فهاي التجمعات من الخلايا العصبية اللي موجودة في أو موجودة في أنحاء الجسم بطلق عليها اسم جانجليا، مفردها جانجليون. فبصفي البريفيرال نيرفس سيستم بيتشكل من الأعصاب الطرفية الممتدة من السي إن إس لبقية أنحاء الجسم، بالإضافة لمجموعة الجانجليا أو اللي هي التجمعات للخلايا العصبية اللي موجودة في عبر الجسم. النيرفس سيستم مثله مثل أي other system في الجسم بيتشكل خلال مرحلة الامبريوجينيسيس أو خلال مرحلة تشكل الجنين. اتفقنا already إنه الجنين بيتشكل من ثلاث طبقات، الإكتوديرم والميزنكايم والإندوديرم. النيرفس سيستم وقت ما يتشكل أو وقت ما يتطور بيتطور من الطبقة الخارجية اللي هي الإكتوديرم، اللي هي أو على فترة الأسبوع الثالث من الحمل. ففترة الأسبوع الثالث من الحمل بيبدأ الجهاز العصبي بالتكون من الطبقة الثالثة اللي اسمها الإكتوديرم في الإمبريو. فبيحكي لي The nervous system develops from the outermost of the three early embryonic layers, the ectoderm, beginning in the third week of development. فبيقول لي إنه الجهاز العصبي فعلياً بيتشكل من الطبقة الخارجية للإمبريو اللي هي اسمها الإكتوديرم، ويبدأ تشكله في الأسبوع الثالث من الحمل. طبعاً يعني بتشكله في مراحل كتير بمر فيها، بحيث إنه بيتشكل عندي النيورال شيست والأوتر شيست I think إشي زي هيك. المهم إنه يعني ما بتعنيني إنه مراحل تطوره كيف، المهم إنه بيتشكل من الطبقة الثالثة اللي هي الإكتوديرم، بينما أغلب أنسجة الجسم الأخرى بتتشكل من طبقة الميزنكايم إذا متذكر. نشوف شو بيحكي لنا هون. Anatomically, the nervous system is divided into the CNS and BNS، اللي هو حكينا قبل شوي إنه الجهاز العصبي على المستوى التشريحي بيتشكل من قسمين رئيسيين، الجهاز العصبي الطرفي والجهاز العصبي المركزي، which have two components هاي المفروض هالكلمة غلط. Anyway, which have two components shown in the diagram، اللي هم بشكل لي أو بيتكون من مكونين رئيسيين. المكون الأول اللي هو هو بفرجيني CNS والPNS اللي موجودين في الصورة هون، بحيث إنه central nervous system اللي هو الدماغ مع spinal cord، بينما البريفيرال نيرفس سيستم هي جميع هاي الأعصاب الطرفية الممتدة عبر الجسم، فهي أنا بسميها البريفيرال نيرفس سيستم. وهاي هون في عندي يعني هي مش واضحة كتير، بس هي مشير لي للجانجليا. الجانجليا زي ما حكينا هي تجمعات للأعصاب بتكون في منطقة أو عبر الجسم بعيداً عن السباينال كورد أو البرين، حيث إنها هي بتربط ما بين البريفيرال نيرفز مع الكراني مع السي إن إس. هذا الحكي اللي عم نحكيه هو تقسيم النيرفس سيستم تبعاً للتقسيم التشريحي. يعني أنا ما أجي بدي أقسم نيرفس سيستم تشريحياً، بحكي إنه الشخص في عنده سي إن إس وعنده بي إن إس. بينما لو بدي أجي أقسم الأعصاب اللي موجودة عندي تبعاً لوظيفتها، لو بدي أجي أقسمها تبعاً للفنكشن تبعتها، فأنا كمان في عندي تقسيمين رئيسيين.
بيقول لي functionally the nervous system consists of the following. تبعا لوظيفة الأعصاب، الأعصاب تنقسم لقسمين رئيسيين. القسم الأول اللي هو sensory division أو اللي هو القسم الحسي، والقسم الثاني اللي هو الموتور ديفيجن أو اللي هو القسم الحركي. السنسوري ديفيجن من اسمه هو إشي حسي، ففعليا الشخص بيستشعر عن طريقه، بحس بالألم أو بحس ب يعني بحس بالأشياء. بينما النوع الثاني اللي هو الموتور ديفيجن، واللي فيه فعليا الشخص بيتحرك أو بيستشعر الحركة. هلأ السنسوري ديفيجن والموتور ديفيجن في ما بينهم اختلافين رئيسيين. إذا ملاحظين هون السنسوري ديفيجن شو مكتوب جنبها؟ مكتوب جنبها افيرنت. فالسنسوري ديفيجن هو بما إنه قسم الإحساس، فالشخص بيستقبل الإشارات العصبية. يعني إذا حس بالألم هو بيستقبل الألم، إذا حس بضربة معينة هو بيستقبل هاي الضربة. فعشان هيك أنا بسميه أو بطلق عليه اسم الأفيرنت. بينما الموتور ديفيجن الشخص أو السي إن إس أو بيعطي إشارة للجسم بأنه يتحرك، أو بيعطي إشارة سواء الأعضاء الفولنتري أو الانفولنتري، تيجيهم إشارة من الجهاز العصبي بأنهم يتحركوا. فبالتالي بطلق عليهم اسم افيرنت. افيرنت يعني الحركة طالعة من النيرفس سيستم، بينما السنسوري افيرنت بحيث انه الحركة تصل الى النيرفس سيستم، او عفوا المشاعر او وات ايفر، مش مشاعر، الاحساس يعني. السنسوري ديفيجن اللي سميناه الافيرنت فعليا ينقسم لقسمين رئيسيين، قسم اسمه السوماتيك أو اللي هو الجسمي، وقسم اسمه الفيزيرال أو اللي هو الحشوي. فالسوماتيك سنسوري ديفيجن هو فعلياً السنسوري انبوت perceived consciously from eyes, ears, skin and musculoskeletal structure. فالسوماتيك أو اللي هو الجسم الحسي، ففعليا السنسوري، شو حكي لي هون؟ حكي لي السنسوري انبوت. لما احكي عن إشي انه انبوت يعني هو بيستقبل، فهذا الجزء من النيرفس سيستم او من الاعصاب انه شو بيعمل؟ بيستقبل الاشارات العصبيه. هلا بما انه سوماتيك، فهو لما احكي عن إشي سوماتيك او جسمي، فهو بيستقبل فعليا الاشارات العصبيه، بيستقبلها بشكل إرادي من سواء العيون، سواء الأذن، الجلد، يعني الأشياء اللي إحنا بنحس فيها، هاي بسميها somatic sensory nerves. بينما القسم الثاني من اسمه هو visceral أو حشوي، فبيستقبل الإشارات سواء إحساس بالألم أو غيره، ولكن من المناطق that not perceived consciously، يعني المناطق اللي أنا فعلياً ما بحس فيها، مثل ال internal organs and cardiovascular structures. يعني مثلاً إذا الشخص صار عنده إشي في معدته، في الليفر، في السبلين، في القلب، الأشياء اللي أنا ما بملك التحكم فيها، إذا صار فيها ألم معين، فعلياً هذا الألم يستقبل ب الفيزيرال سنسوري نيرفز. بينما إذا حس بألم أو لمس إشي معين بالأعضاء اللي إحنا كلنا بنعرفها، اللي نسميها الأعضاء الحسية، مثل السكن، مثل الآي، مثل الإير، whatever، هدول بسميهم السوماتيك سنسوري نيرفز. فهدول كلياتهم يندرجوا ضمن الأفيرنت سنسوري ديفيجن، أو السنسوري ديفيجن اللي بسميه الأفيرنت ديفيجن. القسم الثاني اللي حكينا انه الموتور ديفيجن اللي هو قسم الحركه، او الافيرنت كمان مره هو القسم اللي بيطلع لي الاشارات الى خارج النيرفس سيستم. فهذا القسم كمان يقسم الى قسمين رئيسيين، القسم اللي بسميه الموتور
عفوا السوماتيك موتور ديفيجن، والقسم الثاني اللي بسميه الاوتونوميك موتور ديفيجن. السوماتيك كمان مرة، سوماتيك تعني جسمي، فلما احكي سوماتيك يعني لما احكي عن إشي انه سوماتيك موتور ديفيجن، بكون بقصد في انه الاشارات بتطلع الموتور output controlled consciously or voluntarily. يعني النيرفوس سيستم هو بيعطي الإشارة بالحركة بطريقة إرادية. يعني أنا مثلاً بدي أحرك إيدي، بدي أحرك إجري، بدي أمشي، بدي أنط، بدي أقفز، whatever. اللي بيعطي هاي الإشارات هي الأعصاب المسؤولة عن السوماتيك موتور نيرفز، أو الأعصاب اللي بسميها السوماتيك موتور نيرفز، لأنه وبتعمل اللي هي output. لما أحكي عن إشي output يعني الإشارة عم تطلع من النيرفوس سيستم. بينما لما أحكي autonomic motor division، الأوتونوميك بقصد فيها الإشي اللا إرادي، الإشي الذي لا أستطيع التحكم به إراديا، واللي هو مثل أغلب أعضاء جسمنا الداخلية، مثل القلب، مثل الغدد، مثل المعدة، مثل كل الأعضاء الداخلية التي تحتاج للحركة حتى أنها تقوم بوظيفتها. فهاي طبيعة الأعصاب اللي بتوجه هاي الأعضاء اسمها الأوتونوميك موتور نيرفز. كمان مرة بطلق عليها مصطلح الإفيرنت، لأنه الحركة تطلع من النيرفوس سيستم اللي هي بسميها الأوتبوت. بينما في السنسوري ديفيجن هي الإفيرنت، أو الإفيرنت عفوا، بحيث إنه الحركة يعني بتكون input بتدخل لداخل النيرفوس سيستم. فهدول هم القسمين الرئيسيين اللي بيشكلوا لي النيرفوس سيستم functionally. شوف شو بيحكي لنا the autonomic motor nerves. كمان مرة، the autonomic motor nerves هم الأعصاب الحركية اللا إرادية اللي بتحكموا لي بأعضاء الجسم الداخلية اللي أنا لا أملك السيطرة عليهم. Comprising what is often called the autonomic nervous system. بيحكي لي إنه الأعصاب اللي بتشكل هذا القسم هي غالباً اللي بيطلق عليها الجهاز العصبي اللا إرادي اللي هو autonomic nervous system. All have pathways involving two neurons. هذا النوع من الأعصاب اللي هم autonomic motor nerves دائما او اغلب تقريبا كل هذا النوع من الاعصاب بيمشي في طريق. هذا الطريق بيكون في بقلبه نوعين من الاعصاب، نوع اسمه البري جانجليونيك نيورون، ونوع اسمه البوست جانجليونيك نيورون. هلا من اسمه لما احكي بري يعني قبل، وجانجليونيك من جانجليون اللي حكينا عنه انه هو مركز تجمع الخلايا العصبيه، ونيورون اللي هو العصب اللي موجود في منطقه ما قبل الجانجليون. والجزء الثاني اللي هو البوست جانجليونيك نيورون، بوست تعني بعد، جانجليونيك اللي هو من جانجليون، ونيورون اللي هو العصب. فلما احكي البوست جانجليونيك نيورون يعني النيورون اللي موجود بعد الجانجليون. فبهذا القسم بيكون عندي السيل بودي تبع الخليه موجود في السنترال نيرفوس سيستم، بحيث انه الخليه نفسها جزء منها بيكون موجود في سباينال كورد او البرين، وطالع العصب تبعها متصل بالجانجليون. فعشان هيك بسميها البري جانجليونيك نيورون، لأنه هو نيورون موجود في المنطقة قبل لأنا أتعامل مع الجانجليون. الجزء الثاني اسمه البوست جانجليونيك نيورون، زي ما حكينا بوست هي بعد. فهذا النوع with the cell body in a ganglion بيكون الجسم الخلية موجود في داخل الجانجليون نفسه. يعني عشان أسهلكم إياها، I think إني هون أنا بقدر أرسم تنو.
فأنا مثلا هاي عندي لما بدي أحكي عن كيف بتكون موجودة، هاي عندي هذا كان بليون. ليش هذا بيختفي؟ finish pen. Okay. Okay, I draw. تمام. فهاي أنا عندي بيكون الجانجليون، تمام. هاي المنطقة وهون عندي اللي هو CNS، CNS اللي هو السنترال نيرفوس سيستم، وهون عندي PNS، تمام. فبالسنترال نيرفوس سيستم هون بيكون عندي السيل بودي تبع الخلية موجود هون، وطالع منه الأكسون تبعه، هذا الأكسون 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 بيكون رايح وشابك في الجانجليون. بالجانجليون عن طريق السينابسس بيشبك في خلية أخرى، الخلية الأخرى بتكون موجودة أو قاعدة هون، والسيل بودي تبعها قاعد جوا الجانجليون، وطالع الأكسون تبعها برا البريفيرال نيرفس سيستم. فهذا المقصود في انه بيكون عندي جزء اسمه البري جانجليونيك نيورون. ف شوي ثينك اني بقدر اغير اللون. فالجزء هذا بسميه البري جانجليونيك نيورون، اللي هو لحد هون يعني، هذا بسميه البري جانجليونيك نيورون، وهذا الجزء بسميه البوست جانجليونيك نيورون. ليش اسمه بوست؟ لأنه هو بيجي بعد الجانجليون. فالأوتونوميك نيرفز بتتشكل من هاي الطبيعة اللي هي بحيث إنه بيكون عندي عشان الباثوي يمشي، عشان الإشارة تطلع من السنترال نيرف سيستم وتوصل للأعصاب للإشي توصل للأعضاء الجسم الداخلية، لازم تمر عبر هدول، أو لازم تمشي عبر الباثوي هذا اللي هو البري جانجليونيك نيورون، بحيث تطلع من السنترال نيرفوس سيستم اللي بتكون السيل بودي تبعته قاعدة في جوا السنترال نيرفوس سيستم، وتمشي عبر تمشي عبر الأكسون توصل للجانجليون. بالجانجليون بتشبك مع خلية أخرى، الخلية الأخرى موجودة بتكون في داخل الجانجليون، السيل بودي موجود في داخل الجانجليون، وطالع منها الأكسون للبي ان اس، او اللي هو للفيزيرال يعني الخلية اللي انا معنيه اوصل الموتور نيرف لها، او الشيء العصبي لها. فهذا بسميه البري جانجليونيك، وهذا بسميه البوست جانجليون. ف بيحكي لي The autonomic nervous system اللي هو الجهاز العصبي اللا إرادي has two divisions، يقسم لقسمين رئيسيين، أو اللي هم بمعنى آخر الـ autonomic motor nerves ينقسم لقسمين رئيسيين. القسم الأول اللي هو اسمه الـ parasympathetic division، والقسم الثاني اللي هو الـ sympathetic division. شوي قبل نكمل هون كمان مرة نأكد، أنا اناتوميكالي او اللي هو تشريحيا الجهاز العصبي بينقسم عندي للسنترال نيرفوس سيستم والسنترال نيرفوس سيستم والبريفيرال نيرفوس سيستم. وظيفيا بينقسم للسنسوري ديفيجن او اللي هو القسم الحسي، والموتور ديفيجن اللي هو القسم الحركي، وكل واحد منهم بينقسم لقسمين رئيسيين. هلا الموتور ديفيجن اللي هو عباره عن افيرنت ديفيجن، بحيث الاشاره بتطلع من داخل النيرفس سيستم، بينقسم كمان لقسمين، قسم سوماتيك وقسم اوتونوميك. السوماتيك اللي بيطلع لي الاشارات الحركيه لاعضاء جسمنا اللي احنا بنتحكم فيهم، بنتحكم بحركتهم.
بينما الأوتونوميك بيطلع الإشارة للأعضاء الحسية اللي لا يتم التحكم فيها إرادياً مثل القلب، كل الأعضاء جسمنا اللي تحتاج لحركة في داخل الجسم. هلأ الأوتونوميك نيرفس أو الأوتونوميك موتور نيرفز اللي هي الأعضاء الأعصاب الحركية اللا إرادية، إلها مسمى آخر اللي I think كلنا بنعرفه اللي هو الأوتونوميك نيرفس سيستم أو الجهاز العصبي اللا إرادي. الجهاز العصبي اللا إرادي عشان يشتغل لازم يمر في هذا الباثوي، بحيث يمر من البري جانجليونيك نيورون، أو بيحتاج الخليتين رئيسيتين، الخلية الأولى اللي هي البري جانجليونيك نيورون اللي بيكون السيل بودي لها قاعد جوا السنترال نيرفس سيستم، والخلية الثانية اللي هي البوست جانجليونيك نيورون اللي الجسم بيكون لها قاعد في جوا الجانجليونرز. هلا هذا الجهاز العصبي اللا إرادي يقسم كمان هو لقسمين رئيسيين، قسم اسمه الباراسيمباثيتك ديفيجن وقسم اسمه السيمباثيتك ديفيجن. الباراسيمباثيتك ديفيجن والسيمباثيتك ديفيجن I think إننا بنعرفهم بمسمى الجهاز اللاودي والجهاز الودي. فالباراسيمباثيتك ديفيجن اللي هو اللي بسميه اللاودي، الجهاز اللاودي with its ganglia within or near the effector organs maintains normal body hemostasis. هذا الجزء اللي بيتحكم بالحفاظ على الهيموستاسيس للجسم. بينما السيمباثيتك ديفيجن has its ganglia close to the central nervous system and control the body's responses during emergencies and excitements. فالقسم الباراسيمباثيتك اللي هو اللاودي بتكون الجانجليا تبعته، أو بتكون اللي هي بتكون التجمعات العصبية التابعة له موجودة في داخل الإفكتور أورجنز، يعني الأعضاء اللي أنا بحاجة إني أثر عليها، بحيث أنا بتحافظ لي على النورمال بودي هيموستاسيس. بينما السيمباثيتك ديفيجن أو اللي هي القسم الودي، هذا بيكون الجانجليا تبعته موجودة في القرب من السنترال نيرفس سيستم، بحيث إنها بتتحكم في حالة الجسم في وقت الطوارئ، في وقت الإكسايتمنت، هي المسؤولة عن إفراز الأدرينالين وما إلى ذلك. Autonomic nervous system components located in the wall of the digestive tract are sometimes referred to as the enteric nervous system. هلا اذا بتعرفوا او الا ما كنا بنسمع انه في ناس عندهم الجت فيلينج او اللي هو يعني هيك بيشعروا في إشي في معدتهم او وات ايفر، هذا الجت فيلينج يطلق بسبب وجود مجموعه من الاوتونوميك نيرفس سيستم موجوده في جدار الجهاز الهضمي. فوجود هاي الأعصاب اللي موجودة في جدار الجهاز العظمي يطلق عليها أحياناً باسم الانتريك نيرفس سيستم أو اللي هو الجهاز العصبي الداخلي، اللي يطلق عليه عامياً اسم الجت فيلينج أو يعني الشعور المعدة. هاي يمكن تسمعوها بالأفلام الجت فيلينج، إنه حدا عنده يعني بحس إنه بده يصير إشي أو whatever. فهذا المصطلح إجا من بسبب وجود مجموعة من أعصاب الأوتونوميك نيرفس سيستم في داخل جدران الدايجستيف سيستم، فعشان هيك أطلق على اسم الانتريك نيرفس سيستم أو عاميا الجوت فيلم. فهاي تقسيمة النيرفس سيستم فانكشنالي أو وظيفيا. تمام، بس خليني أمحي هدول عشان نكمل. تمام، فبيحكي لي هلا بدنا، او هو فعليا حاليا بدنا نحكي او نفصل بتقسيمة الجهاز النيورونز او اللي هي الخلايا العصبية، نشوف كيف بتتشكل.
The functional unit in both the CNS and PNS is the neuron. هذا الإشي اتفقنا عليه من البداية إنه الخلية الوظيفية في الجهاز العصبي سواء كان الجهاز العصبي الطرفي أو الجهاز العصبي المركزي هي النيورونز أو الأعصاب. Most neurons have three main parts. أغلب الأعصاب تتكون من ثلاث أقسام رئيسية. القسم الأول اسمه cell body أو اللي هو جسم الخلية. القسم الثاني اسمه dendrites أو اللي هي التشعبات. والقسم الأخير اللي هو الأكسون. صراحة مش متذكر شو اسمه بالعربي. Anyway. القسم الأول أو اللي هو cell body أو جسم الخلية من اسمه هو cell body أو جسم الخلية فهو القسم من الخلية الذي يحتوي على النواة لأنه هو القسم الرئيسي أو الجزء الرئيسي من الخلية فبيحكي لي the cell body which contains the nucleus and most of the cell's organelles and serves as the synthetic or atrophic center فهذا الجزء هو اللي بيحتوي النيوكليوس وأغلب العضيات اللي موجودة في داخل الخلية وهو المسؤول عن التصنيع وتغذية الخلية فالسيل بودي هو القسم المركزي في الخلية فعلياً اللي أنا فيه بحصل اللي موجود عندي في النيوكليوس النواة وجميع العضيات الأخرى بالإضافة إنه يصنف كالمركز المسؤول عن تصنيع وتغذية الخلية. القسم الثاني من الخلية اللي هو الدندرايتس أو اللي هي التشعبات. دندرايتس شو بيحكي لي عنهم؟ The numerous elongated processes extending from the pericardium and specialized to receive stimuli from other neurons at unique sites called synapses. فالدندرايتس هم فعلياً التشعبات اللي بتكون طالعة من الخلية نفسها وهم فعلياً بيكون يعني بيكون طالعة من الخلية أكثر من تشعب في غالب الأحيان وهاي التشعبات بيقول لي إنها extending from the pericardium عفواً البريكاريون البريكاريون هو مصطلح آخر أنا بطلقه على السيل بودي بري تعني حول وكاريون تعني نواة لما أحكي بريكاريون بقصد فيها السيل بودي فهاي التشعبات تنشأ أو تطلع من البريكاريون أو اللي هو السيل بودي وتتخصص بأنها هاي التشعبات مسؤولة إما إنها تستقبل الإشارات العصبية من أعصاب أخرى أو إنها أو بالأحرى هي فعليا مسؤولة عن إنها تستقبل الإشارات العصبية من الأعصاب الأخرى وين بتستقبلها في مواقع محددة اسمها السينابسس هلأ رح أفاجيكم إشي بالصورة بس شو بيحكي أو القسم الثالث اللي هو الأكسون الأكسون هي البروسس أو التشعب الطويلة اللي بتكون طالعة من الخلية وعاملة long process بيقول لي which is a single long process هي تشعبة وحيدة طويلة بتكون طالعة من الخلية ومنتهية بالنهاية في السينابسس specialized to generate and conduct nerve impulses to other cells فهي القسم من الخلية المسؤول عن إفراز و أو توليد ال nerve impulses وتوليدها للخلايا الأخرى عبر موقع السينابسس تمام فهاي الصورة فعلياً بتمثل لي النيرف النيورون بأجزاء هذا الجزء اللي هو شايفينه الخلية أو عفواً النواة والمحيط فيها الجزء بقية الخلية أو اللي هو أنا بسميها السيل بودي فهاي كلياتها اسمها السيل بودي أو جسم الخلية أو بمصطلح آخر البريكاري هاي التشعبات اللي طالعة من هون هاي اسمها الدندرايتس وهي التشعبات المسؤولة عن استقبال stimuli من المناطق الأخرى. الجزء الأخير اللي هو هاد الأكسون هاد هو الجزء اللي عبارة عن إشي بيشبه الدندرايتس ولكنه مختلف عنهم بكونه طويل وهو أصلاً اللي بيميز النيورون عن الجليل سيلز. فهاد الأكسون اللي طالع من النيورون
بيرتبط في خلايا عصبية أخرى عن طريق مواقع. هاي المواقع زي ما إحنا شايفين هون اسمها سينابسس. فهاي المواقع أو السينابسس هاي هي المسؤولة عن نقل الإشارات العصبية ما بين الخلايا العصبية، بحيث إنها بتتجمع عن طريق الفيزيكلز وبتمر عن طريق السينابسس وبتنتقل للخلية العصبية الأخرى اللي بترد تنقلها لإشي آخر وما إلى ذلك. فالمهم إنه عن طريق السينابسز بيرتبط الأكسون بالخلية العصبية الأخرى، هذا كله اسمه أكسون، هذا السيل بودي، وهاي اسمها الدندرايت اللي هي هاي الأجزاء الرئيسية من أو اللي بتشكل لي النيورون. هلأ بدنا نحكي عن أنواع النيورونز من حيث الشكل. الأعصاب تتشكل أو في لها أنواع مختلفة. هاي الأنواع تصنف حسب الشكل لأربع أنواع رئيسية. النوع الأول اللي هو المالتي بولر نيورون، من اسمه هو مالتي بولر، يعني في بقلبه أكسونز متعددة، بيكون طالع من الخلية أكثر من أكسون عشان يعني يشبكوا. فهذا النوع هو أصلاً بيشكل لي أغلب أنواع النيورونز في الجسم، وهو المالتي بولر نيورونز. النوع الآخر اللي هو باي بولر، لما أحكي عن إشي إنه باي يعني إشي ثنائي، فلما أحكي باي بولر نيورونز فهي الأعصاب فعلياً الذي يتفرع منها فرعين أو two axons فقط، أو عفواً one axon والتفرع الثاني اللي هو بيكون عبارة عن dendrites. شوية يا جماعة كمان مرة، المالتي بولر نيورونز هي اللي بتشكل أغلب النيورونز الموجودة في الجسم، وهي بيكون طالع منها تفرع واحد one axon and two or more dendrites، يعني بيكون طالع منها أكثر من تفرع عشان هيك اسمها مالتي بولر. واحد منهم عبارة عن أكسون والبقية هم دنترايتس. الباي بولر بيكون طالع منها تفرعين، واحد هو الأكسون والقسم الثاني اللي هو الدنترايتس. بيقول لي with one dendrite and one axon comprise the sensory neurons of the retina. هذول بشكلوا لي غالبا الاعصاب الحسيه اللي موجوده في الشبكيه، الموجوده في الابيثيليوم اللي موجود في الانف، وكمان الابيثيليوم اللي موجود في الاذن الداخلي. النوع الثالث اللي هو اسمه يوني بولر او سيدو يوني بولر نيورونز، من اسمه هو يوني بولر، يوني يعني وحيد، يعني بيطلع منه تفرع واحد، او اسم اخر له سيدو يوني بولر. لما أحكي عن إشي سيدو يعني هو إشي كاذب، وليش بيقولوا عنه كاذب؟ لأنه بيكون طالع منه تفرع واحد أو طالع من الخلية تفرع واحد، ولكن هذا التفرع نفسه بيكون متفرع لأكثر من تفرع. هلأ بفرجيكم الصورة. فبيقول لي which include all other sensory neurons. شو المقصود في هاي الجملة؟ المقصود إنه بيحكي لي بالفقرة اللي قبليها إنه الباي بولر نيورونز هي الأعصاب الثنائية اللي موجودة في الأولفاكتوري إبيثيليوم في الإنر سيلز وفي الريتنا. هدول الثلاث أنواع موجود فيهم الباي بولر نيورونز. أي عصب نيورون أو سنسوري نيورون آخر هو عبارة عن يوني بولر أو سيدو يوني بولر نيورون. فهذا النوع each have a single process that bifurcates close to the pericardium. فزي ما حكيت لكم هذا الجزء بيطلع منه تشعب واحد، هذا التشعب نفسه بيتفرع، تفرع بيكون قريب من البيريكاريون أو اللي هو من السيل بودي، with longer branches extending to a peripheral ending and the other toward the central nervous system. فهذول التفرعين إشي منهم بيروح الـ PNS وإشي بيروح الـ CNS. النوع الأخير اللي هو الأناكزونيك نيورون. الأناكزونيك ما أحكي عن إشي أناكزونيك يعني أنا بنفي إنه في عنده أي أكزون فعليا.
هذا النوع من الخلايا العصبية بيكون في طالع منها تشعبات، ولكن هاي التشعبات عبارة عن دندرايتس. وهاي الدندرايتس مش طالع منها ولا أي أكزم، أو ما فيش عندي ولا أكزم. بيقول لي with many dendrites but no true axon، بيكون فيش عندي axon حقيقي. do not produce action potentials، هذا النوع من الخلايا فعليا مش مسؤول عن افراز اي action potential، مسؤول فقط عن تنظيم ال electrical changes او التغيرات الكهربائية اللي بتصير في central nervous system في الاعصاب المحيطة فيه. فبهاي الصورة فعليا بفرجيني الأربع أنواع اللي حكينا عنهم. أول نوع واللي حكينا الأكثر شهرة والأكثر انتشارا في الجسم اللي هو المالتي بولر نيورونز. هذا النوع بيكون عندي هاي السيل بودي، السيل بودي طالع منها أكثر من تفرع، تفرع هون تفرع هون هون. هدول التفرعات الصغيرة اللي سميناهم الدندرايتس، والتفرع الطويل اللي اسمه اللي هو الأكسون. وهذا النوع من الخلايا العصبية بشكل فعليا أغلب خلايا الجسم. النوع الثاني اللي هو الباي بولر، زي ما حكينا باي تعني اثنين، فهذا النوع بيكون فيه طالع عندي تفرعين من الخلية العصبية، هي السيل بودي طالع منها هذا التفرع وهذا التفرع. هذا التفرع عبارة عن دندرايت أو اللي هو التشعب القصير، وهذا هو الأكسون. النوع الثالث اللي سميناه اليوني بولر أو اللي هو السيدو يوني بولر. اليوني كمان مرة هو إشي وحيد، أو السيدو يوني اللي هو الوحيد الكاذب. السبب إنه أنا هاي عند الخلية هاي طالع منها تفرع واحد فقط، ولكن هذا التفرع الوحيد هو فعليا منقسم كمان لقسمين. قسم زي ما اتفقنا حيروح على البي ان اس أو اللي هو البري peripheral nervous system، وجزء آخر راح يروح على central nervous system. فجزء بيكون central وجزء بيكون peripheral. المهم إنه يكون طالع تفرع واحد، وهذا التفرع منقسم لتفرع. والنوع الأخير اللي هو الأناكزونيك، زي ما شايفين بالصورة الخلية طالع منها أكثر من تفرع، بس ولا إشي منهم طالع وعامل لي أكزون. هذول كلياتهم بعتبرهم دندرايتس، وهو ال ال أو هذول كلياتهم بعتبرهم دندرايتس وفيش عندي ولا أكزون. فهاي بسميها الأنا أكزونيك نيورون، وهذا النوع من الخلايا فعليا مش مسؤول عن إفراز ال مش مسؤول عن إفراز الامبولسز أو استقبال مش مسؤول عن إفراز الامبولسز، وإنما مسؤول عن عمل ريجوليشن للإلكتريكال تشينجز اللي بتصير في السنترال نيرفوس سيستم. هلأ بدنا نحكي عن الفانكشنال كلاسيفيكيشن للنيرفوس سيستم أو لل النيرفس سيستم. احنا اوريدي حكينا انواع النيورونز اللي حكيناهم الاربعه هذول، هو كان تقسيم النيورونز اناتوميكالي. هلا بنقسمهم فانكشنالي اللي هي الوظيفه تبعا للوظيفه، اللي هو هذا الشيء قريب من اللي حكيناه قبل شوي، ولكن اللي عم نحكيه هو يتبع للنيورونز او اللي هي الخلايا العصبيه. فبيقول لي nervous components can also be subdivided functionally. المكونات العصبية ممكن إنها تنقسم تبعا لوظيفتها لقسمين رئيسيين. القسم الأول اللي هو السنسوري اللي هو الحسي، والقسم الثاني اللي هو الموتور أو الحركي. السنسوري نيورونز أو اللي هي الخلايا الحسية، زي ما حكينا قبل شوي السنسوري هم afferent neurons، هم نيورونز يستقبلوا الإشارات. ف they are receiving stimuli، هم بيستقبلوا الإشارات من الريسبتورز اللي موجودة في أنحاء الجسم المختلف. بينما الموتور نيورونز هي efferent neurons، هي خلايا ترسل الإشارات، ترسل الإمبولسز to effector organs such as muscle fibers and glands، فهي بترسل الإشارات.
زي ما حكينا قبل شوي الموتور نيورونز تنقسم لقسمين رئيسيين السوماتيك موتور والأوتونوميك موتور نيورونز. السوماتيك هي اللي بترسل لي الإشارات باتجاه ترسل الإشارات الطوعية اللي هي الفولنتري أندر فولنتري كنترول بالأخص للسكيلتال موسل، يعني بحرك إيدي بحرك إجري بحركهم عن طريق السوماتيك موتور نيورونز أو نيرفز. بينما لو بدي أحرك أو القلب عندي أو المعدة أو الأجزاء الداخلية وقت ما بدها تتحرك تتحرك عن طريق الأوتونوميك موتور نيرفز اللي هي تتحكم بالإنفولنتري أور أنكونشس أكتيفيتيز اللي هي النشاطات اللا إرادية للكارديك مصل الجلانز and most of smooth مصل. تمام. هلأ I think كلنا بنعرف إنه في عندي مصطلح اسمه المادة البيضاء أو المادة الرمادية اللي موجودة في central nervous system أو بشكل عام اللي موجودة في central nervous system غالبا في الجانجليون في الـ PNS. نشوف شو اللي مقصود في الـ gray matter في الـ white matter أو اللي هي المادة البيضاء والمادة الرمادية. In the central nervous system most neuronal cell bodies occur in the gray matter with their axons concentrated in the white matter. قبل نحكي عن الـ gray والـ white matter فعليا اتفقنا احنا already انه الخلايا العصبية تتكون من cell body و dendrites و axons. cell body غالبا بيكون قاعد في الجراي ماتر بينما الأكسونز تبعت الخلايا العصبية بتكون قاعدة في الوايت ماتر أو اللي هي في المادة البيضاء. يعني تخيل حدا مادة بإيده جسمه بيكون قاعد في الوايت ماتر بينما الإيدين تبعته جسمه بيكون قاعد في الجراي ماتر بينما الأكسونز تبعته بتكون قاعدة في أو إيده يعني بتكون قاعدة في الوايت ماتر. These terms refer to the general appearance of unstained central nervous system tissue caused in part by the different densities of nerve cells. But هو بيحكي لي فعليا ليش central nervous system بيتشكل من هاي الألوان اللي هي المادة البيضاء والمادة الرمادية. السبب يعود لتركز السيل بودز اللي موجود في الجراي ماتر، يعني وجود كمية كبيرة من السيل بودز مع بعض متجمعة هذا الإشي بيعطي اللون الرمادي، ووجودها وجود المايلين شيت في البريفيرال يعني على الأكسونز هذا الإشي هو اللي بيعطي الوايت ماتر أو بيعطي اللون الأبيض للوايت ماتر. فعشان الأكسونز دايما عليها المايلين شيت اللي لونها أبيض هذا الإشي بيعطي والأكسون تفعل إنها دايما قاعدة في الوايت ماتر. ليش؟ لأنه هي أصلاً اللي بتعطي الوايت ماتر لونها، بينما السيل بودز اللي بتكون متجمعة مع بعض البعض هي اللي بتعطي الجراي ماتر لون. In the PNS أو the peripheral nervous system cell bodies are found in ganglia and in some sensory regions such as the olfactory mucosa and axons are bundled in nerves. احنا اوريدي اتفقنا انه في عندي اشي اسمه الجانجليا اللي هو تجمع للخلايا العصبية واللي هو يعتبر جزء من PNS او peripheral nervous system. تجمع الخلايا في داخل الجانجليا بيكون أو بشكل عام في داخل الجانجليا اللي بيكون موجود قاعد في داخل الجانجليا هم السيل بودز أو الجسم الأجسام الخلايا العصبية واللي بيكون طالع منها هم الأكسونز.
وفي ببعض المناطق الحسية مثل الأولفاكتوري ميكوزا اللي هي المنطقة اللي موجودة، المنطقة الشمية اللي موجودة في الأنف، بتكون الخلايا العصبية متجمعة على بعضها البعض في شكل نيرف. هلا بدنا نحكي عن احد الميديكال ابلكيشنز اللي له علاقه فعليا بالنيرفس سيستم، او احد الامراض اللي له علاقه في النيرفس سيستم اللي هو اسمه الباركنسون ديزيز. الباركنسون ديزيز هو مرض يمتاز انه اللي بيصيب كبار السن، وهو slowly progressing disorder، يعني هو مرض بيتطور شوي شوي بشكل بطيء، بحيث انه مش فجأة واحدة بصير الشخص عنده تريمر وبصير عنده رجة تبعت هذا المرض، وانما بصير شوي شوي جسمه شوي شوي ببلش يفقد القدرة على التحكم في المسلز تبعته، الفيشل مسلز عضلات الوجه شوي شوي بتفقد البالانس تبعها، بصير شوي شوي يفقد القدرة على التحكم في الأعصاب الخارجية للجسم. السبب في حدوث هذا المرض إنه الخلايا العصبية اللي مسؤولة عن تصنيع الدوبامين، هاي الخلايا فعلياً بصيرها أبوبتوسز، يعني بتموت. فموت هذا الخلايا المسؤولة عن إفراز الدوبامين بسبب إنه الجسم شوي شوي يصير عنده هاي الرجة وهاي الرشفة، ويتشكل فيما بعد الباركنسون ديزيز. علاج هذا المرض حالياً بيكون عبر إنه يعطوا بريكيرسر أو مش بريكيرسر، خلينا أحكي انهم بيعطوا الشخص المريض بهذا المرض دواء، هذا الدواء بيتم معالجته في داخل الجسم بحيث انه بيصير ينتج لي دوبامين في داخل الجسم، فانا بهاي الحاله بعوض عن وظيفه الخلايا اللي كانت عم بتموت وعم تفرز الدوبامين، فانا زي كاني بكون عم بعالج الاعراض لاني انا ما بقدر اصنع خلايا عصبيه جديده. فالباركنسون ديزيز هو مرض عصبي بيصيب، يعني بيعمل رشفة في الجسم. سببه الرئيسي إنه الخلايا المسؤولة عن إفراز الدوبامين بتموت، بصيرها أبوبتوسس. فأنا عشان أحاول أعالج الناس اللي عندهم هذا المرض، بعالجهم عن طريق إني أعطيهم دواء اسمه الدوبا أو الدوبا. هذا الدواء يعطيهم بريكيرسر للدوبامين، بحيث إنه جوا جسمهم بيتم من هاي البريكيرسر تصنيع دوبامين، وبيحتاجوا ل يعني بصير هذا الدوبامين أنا استخدمه من البريكيرسر اللي أنا أعطيته. هلا بدنا نحكي عن الجليال سيلز، أو اللي هي الخلايا اللي اتفقنا أوريدي إنها خلايا مساعدة في النيرفس سيستم. Glial cells support neuronal survival and activities and are 10 times more abundant than neurons in the mammalian brain. اتفقنا already انه هذا النوع من الخلايا هي خلايا داعمة، خلايا بتدعم للخلايا الرئيسية اللي هي النيورونز، بتساعدها على انها تقوم بوظيفتها. وفعليا هاي الجليال سيلز او الخلايا الداعمة موجودة كميتها 10 أضعاف كمية النيورونز، فهي موجودة بكثرة أكثر بكثير من النيورونز نفسها. In the central nervous system, glial cells surround both the neuronal cell bodies, which are often larger than the glial cells, and the processes of axons and dendrites occupying the spaces between neurons. فبيحكي لي بشكل عام هاي الخلايا بما إنها اللي هي الجليال سيلز، بما إنها خلايا داعمة ووظيفتها بالمقام الأول إنها تدعم الخلايا الرئيسية أو اللي هي الخلايا العصبية، فوين بلاقيها؟ بلاقيها محيطة بالخلايا العصبية، على الرغم من إنه حجمها يعني أصغر بكتير من حجم الخلايا العصبية الرئيسية. فبيكون عندي مجموعة من الجليال سيلز محيطة بالخلايا العصبية، وهي فعلياً اللي بتملي لي المساحة اللي موجودة ما بين النيورونز.
CNS has only a very small amount of connective tissue and collagen. Glial cells substitute for cells of connective tissue in some respects, supporting neurons and creating microenvironments that are optimal for neuronal activity. احنا اتفقنا مسبقا انه انا باي تيشو عندي في الجسم بيكون في عندي قسم من الخلايا اسمه البارينخايمال سيلز اللي هي الخلايا المسؤوله بالمقام الاول عن قيام بوظيفه الجسم، وعندي جزء اخر اسمه الستروما. الستروما هم فعليا الخلايا المسؤولين عن توفير الدعم اللازم لهاي الخلايا الرئيسيه. الستروما في حالة النيرفس سيستم هي خلايا الجليال سيلز، ولكن الجليال سيلز أو بشكل عام النيرفس سيستم في بقلبه جزء من الكونكتيف تيشو، بس الجزء اللي موجود من الكونكتيف تيشو هو عبارة عن كولاجين فايبرز وكمية قليلة جدا من الكولاجين فايبرز. أما الخلايا الرئيسية اللي بتكون موجودة في الكونكتيف تيشو مش موجودة في الكونكتيف تيشو اللي موجود داخل النيرفس سيستم، وإنما ما يعوض عنها هي الجليال سيلز، فهي اللي بتقوم بوظيفة الدعم، بتوفر بيئة مناسبة للقيام بوظائف النيرفس سيستم، بتدعم، بتوفر تغذية وما إلى ذلك. فعلياً أنا في عندي 6 أنواع رئيسية من الجليال سيلز أو اللي هي هاي الخلايا الداعمة. 4 منها موجودين في السنترال نيرفس سيستم يعني في البرين وسباينال كورد، وتنتين موجودين في البريفيرال نيرفس سيستم. هذا الجدول بلخص لي الأنواع الرئيسية هذا الجدول بلخص لي الأنواع الرئيسية للجليال سيلز اللي هم أو الأنواع الرئيسية مكان نشأتهم، موقعهم والوظائف الرئيسية لهم. هذا الجدول هو فعليا مختصر، هلا بدنا نيجي لصور، صور موضح فيها الموضوع بشكل اكبر، بس بشكل عام يعني مطلوب منكم تحفظوا الشيء. الخلايا الرئيسيه اللي ممكن الاقيها في السنترال نيرفس سيستم هم 4 خلايا او 4 انواع. النوع الاول اسمه الاوليغودنتروسايت اللي هو هدول الخلايا، هدول بسميهم الأوليغودينتروسايت. هدول الخلايا وظيفتهم الرئيسية بإنهم يصنعوا لي الميلين شيت، حيث إنهم they myelinate and insulate the CNS axons، بيصنعوا لي الميلين شيت وبيحيطوا الأكسونز فيها وبيساعدوا بنقل الأكشن بوتنشال بشكل أسرع في على طول النيورونز. فهاي أول نوع من أنواع الجليال سيلز اللي هي الأوليغودينتروسايت، وهذول وظيفتها الرئيسية. النوع الثاني اللي هو الأستروسايت. الأستروسايت مثل هاي الخلية الخضراء اللي موجودة هون، أسترو أصلاً تعني نجمة، فما أحكي أستروسايت يعني الخلية النجمية. هاي الخلية في لها وظائف متعددة بحيث إنها بتساعد في تشكيل البلود برين بارير اللي هو الحاجز اللي بيفصل دخول النورمال بلازما للسنترال نيرفس سيستم، او الحاجز اللي بيتحكم في المواد اللي بتدخل للسنترال نيرفس سيستم، بتتحكم او بتنظم فعليا وجود الانترستيشيال فلويد او تركيب الانترستيشيال فلويد اللي هو الفلويد اللي موجود في داخل السنترال نيرفس سيستم. It provides structural support and organization to the CNS. هي كمان بتعطي دعم هيكلي للcentral nervous system. أيضا بتساهم في تطور النيورونز وتعمل على replicates to occupy spaces of dying neurons. في حالة بعض النيورونز ماتت، هاي الخلايا بتقعد محلها عشان تعوض عنها. فهاي الوظائف الرئيسية للأستروسايت اللي هي أحد أنواع الجليال سيلز. في عندي كمان النوع الثالث اللي هو الإبنديمال سيلز. هذا النوع اللي هو الزهري اللي شايفينه هون اللي موجود على طول السنترال كانال.
هذا النوع بما أنه موجود على طول السنترال كانال فهو بيساهم في تصنيع السيريبروسباينال فلويد أو اللي هو السائل الشوكي. وآخر نوع اللي هو المايكروجليال سيلز. المايكروجليال سيلز إذا متذكرين حكينا عنها في الكونكتيف تيشو، هي أحد أنواع المايكروفيجز اللي موجودة فقط في داخل النيرف سيستم. وهذا النوع ما إنه مايكروفيج هو مسؤول عن موضوع المناعة، بيعمل فاجوسايتوسيس لأي إشي غريب يفوت على الجسم، بيحمي السي إن إس وما إلى ذلك. فهذول هم الأربع أنواع الرئيسية من الجليال سيلز اللي موجودين في داخل السي إن إس. في داخل الـ PNS أو اللي هو الـ Peripheral Nervous System في عندي نوعين من الجليال سيلز. نوع اسمه الساتلايت سيلز، هذا النوع اللي هو هذا بالصورة. هذا النوع بيساهم electrically insulates PNS cell bodies and regulate nutrient and waste exchange for cell bodies in ganglia. فهو بيتحكم بموضوع التغذية والتخلص من الويست، وكمان بيتحكم في موضوع الإشارات الكهربائية على مستوى الـ PNS. بينما النوع الثاني اللي هو النيورولمفوسايت اللي له مسمى آخر اللي هو الشوان سيلز، هذا النوع بحيط بالأكسونز وبيعمل على إفراز الميلين شيتس وتغطية الأكسونز فيها، وبيساهم كمان في إفراز الفاستر أكشن بوتنشال للبروباجيشن على طول الأكسون. فهذا النوع بيشبه بوظيفته الأوليغودينتروسايت. هذول النوعين اللي موجودين أو اللي بلاقيهم في البريفيرال نيرفوس سيستم. بدنا نحكي عن أحد الميديكال أبليكيشنز اللي بتصير في النيرفوس سيستم اللي هو اسمه الزهايمر ديزيز، واللي أتوقع جميعنا بنعرفه اللي هو مرض الخرف. هذا النوع من المرض بيصير في خرف فعليا، بحيث إنه بصير الإنسان ينسى. A common type of dementia. Dementia تعني خرف، فهو نوع مشهور من أنواع الخرف في كبار السن. بيأثر على ال neuronal pericardia and synapses within the cerebrum. فاللي بيتأثر الخلايا العصبية بمجملها، سواء الجسم الخلية أو حتى السينابسز أو مكان ارتباط الخلايا مع بعضها البعض. المشكلة اللي بتصير بهذا النوع من الأمراض إنه بيتم عندي إنتاج بروتين اسمه تاو بروتين. هذا البروتين بيتم إنتاجه بكمية كتير عالية، بحيث إنه بيصير يتراكم على الخلايا العصبية، فبيمنعها من إنها تقوم بوظيفتها. فمثل هاي الصورة، هاي أنا عندي النيورونز، هذا بالوضع الطبيعي. هاي الأشياء اللي موجودة على سطح الخلايا واللي موجودة على طول الأكسونز، هي هاي ال يعني التاو بروتين، أو هو اللي بيخلي الخلايا إنه يصير اسمها النيورو فيبريلي تانجلز. فهذا شكل الجهاز العصبي لمريض زهايمر، حيث هيك بيصير شكل الخلايا العصبية وبينشأ عندي ما يسمى بالأمايلويد بليكس. بالمناسبة مرض الزهايمر هو لسه مش معروف له، مش لاقيين علاج له، بس مؤخراً ما بعرف إذا سمعت فيها في بنت فلسطينية اسمها ثبات الخطيب، اكتشفت علاج لإلها وبلشوا يشتغلوا عليه فعلياً، أو يعني بلشوا يطوروه. فالمهم نرجع لموضوعنا. The major structures comprising the CNS are the cerebrum, cerebellum and spinal cord. فبيحكي لي عن الجهاز العصبي المركزي انه بيتشكل من اقسام رئيسية اللي هي
المخ، السيريبرم والسيريبلم اللي هو المخايخ، والسباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي. The CNS is completely covered by connective tissue layers, the meninges, but CNS tissue contains very little collagen or small material, making it relatively soft and easily damaged by injuries affecting the protective skull or vertebral bones. ففي نقطة مهمة نعرفها إنه السنترال نيرفس سيستم محاط بطبقات، بثلاث طبقات من السحايا اللي هم اسمهم المينينجز، واللي هم عبارة عن البيومتر، الأم الجافية والأم الحنون والأم الوسطى. هدول الثلاث طبقات هم عبارة عن كونكتيف تيشو. هلأ في داخل السنترال نيرفس سيستم في عندي كمان كونكتيف تيشو زي ما حكينا قبل شوي، اللي هو فقط عبارة عن كولاجين فايبرز، واللي بعوض عن أنواع الخلايا اللي هو وجود الجليال سيلز. هلأ في نقطة مهمة نعرفها إنه الخلايا العصبية فعلياً هي خلايا سوفت، يعني هي خلايا ناعمة بسهولة تتدمر وبسهولة تتأثر في حالة الإصابة. فعشان هيك في حالة أصيب الدماغ أو أصيبت السكال أو الجمجمة وتدمرت، بيصير تدمير البرين إشي سهل جداً، فلأنه هو أصلاً is a soft tissue. Many regions show organized areas of white matter and gray matter, differences caused by the differential distributed of lipid-rich myelin. هذا الإشي حكيناه قبل شوي، إنه فعلياً أنا في عندي إشي اسمه الـ white matter وإشي اسمه الـ gray matter. الـ gray matter هي المناطق اللي بتكون متركزة فيها cell buds للنيورونز، والـ white matter هي المناطق اللي بتكون متركزة فيها الـ axons، وبالأغلب اللي بتكون محاطة بالمايلين. الـ white matter اللي هي المادة البيضاء، the main components of white matter are myelinated axons. هما الأكسونز اللي أصنع عليهم مايلين شيل، often grouped together as tracts and the myelin producing oligodendrocytes. فهذا القسم بيكونوا غالبا متجمعين مع بعض على شكل tracts أو على شكل قنوات، and the myelin producing oligodendrocytes اللي هو محل ما بيكون أو الأوليغودينتروسايتس اللي هم الجليال سيلز بيكون كمان موجودين في داخل الوايت ماتر. أستروسايتس and microglia are also present but very few neuronal cell bodies. فالأشياء اللي ممكن ألاقيها في الوايت ماتر بالإضافة للسيل بوديز اللي هو بالإضافة للمايلينيتد أكسونز اللي هم الأوليغودينتروسايتس، الأستروسايتس والمايكروجليا، ممكن ألاقي نيورونال سيل بودز ولكن بكمية جدا قليلة. الجراي ماتر المادة الرمادية موجود فيها السيل بودز، موجود فيها الدندرايتس، الأستروسايتس والمايكروجليال سيلز and most synapses. إذا ملاحظين فعليا الجليال سيلز موجودة في كل مكان، موجودة سواء في الوايت ماتر أو في الجراي ماتر. السبب إنها هي خلايا داعمة، هي خلايا تساعد النيرفس سيستم على إنه يقوم بوظيفته، عشان هيك أنا بحتاجها في كل مكان سواء في الجراي ماتر أو في الوايت ماتر. جراي ماتر makes up the thick cortex of or surface layer of both the cerebrum and the cerebellum. ففعلياً الجراي ماتر بما إنه موجود فيها السيل بودز فهي بتشكل لي لوب ال بتشكل لي كورتكس أو عفواً مش اللوب، القشرة الكورتكس أو سيرفس لاير، الطبقة السطحية من كلا المخ والمخيل. لحد هون بنخلص محاضرتنا لهذا الأسبوع. الأسبوع القادم إن شاء الله رح تكون المحاضرة وجاهية، فنراكم إلى حين. يعطيكم العافية.